الزمان أمسية 8 مارس من عام 2019، والمكان استاد حمد بن خليفة بنادي الأهلي، والحدث نصف نهائي كأس قطر للفئة الناشئين. الأمسية التي تشهد طبعا لقاء فريقين العريقين الغرافة والعربي في نسخة طبعا مكررة للنسخة الماضية ومكررة لنصف نهائي الموسم الماضي، لما تقابل الفريقين في السومي فاينل وكان الانتصار عربوي ب8 أهداف مقابل هدفين. ننتظر طبعا هذه المواجهة لمن ستؤول ومن سيحقق الانتصار ومن سيحجز طبعا المقعد الأول نحو نهائي الأحلام على مستوى طبعا فئة الناشئين، استمرارا طبعا لمباريات دوري الناشئين. الآن نحن في مسابقة أخرى، في بطولة أخرى، بطولة الكأس التي لا تقل أهمية طبعا عن ريان التتويج بالدوري اللي يتصدره آنيا نادي السد، ويتواجد من خلاله تحيل في الوصافة في المقابلة الغرافة في المركز الثالث، والعربي يتواجد رابعا. على السريع أدرج على تشكيلة الفريقين قبل أن ندخل في غمار هذه المنافسة. الغرافة بقيادة المدرب أكرم ملوك اللي يختار يوسف الياري في حماية العرين، بقية اللاعبين شلبان عبد الله رقم 17، رقم 2 عبد الله يوسف، رقم 19 محمد منصور، رقم 3 سيف الدين فضل الله، 4 عبد العزيز محمد، 5 عبد الله صالح، 10 جاسم الزراع، 15 سعود اليافعي، رقم 7 يوسف عثمان إلى جانب جاسر محمد رقم 21. في المقابل نادي العربي بقيادة المدرب الشاب عمر الجيلي 32 سنة فقط، اللاعب اللي مر طبعا من هذه المرحلة ومر من هذه الفئة مع ذات الفريق، مع فريق الأحلام. العربي يدخل بعبد الرحمن علي في حماية العرين، بقية اللاعبين محمد النعيمي رقم 11، 5 فيصل العبيدلي، 26 عبد الله السليطي، رقم 9 جاسم عبد العزيز، يوسف محمد رقم 4، 17 سلمان محمد، حسن محمد رقم 10، محمد السليطي رقم 7، إلى جانب الأخوين الشقيقين التوأمين محمد أو أحمد أبو تريكة رقم 72 والسيف أبو تريكة رقم 27. طبعا اللاعبان اللي يعتبران طبعا أبناء النجم المصري الكبير محمد أبو تريكة اللي قضى سنوات وسنوات طبعا من التجارب الكروية سواء مع الأهلي المصري وقضى معهم 356 مواجهة وكذلك مع المنتخب المصري. عمر الجيلي مدرب نادي العربي كما ذكرت كان يعني مر من هذه الفئة، فئة الناشئين، ولعب أيضا للفريق الأول دون نسيان بأنه جاور نادي السد في فئة البراعم والأشبال. هذه المواجهة بقيادة عبد الرحمن يوسف كحكم رئيسي وبمساعدة عيد البوعنين عبد الله النعمة، بينما محسن الشرشني هو الحكم الرابع، وطارق مشعل هو مقيم الحكام في هذه الأمسية في انتظار طبعا لمن سيقول الانتصار في نصف نهائي أولي دون نسيان بأنه نصف النهائي الثاني سيجمع بين السيلية والخور على ذات أرضية الميدان. وبعد هذه المواجهة مباشرة كرة لمصلحة نادي الغرافة من الجهة اليسرى، الغرافة اللي يمكن القول بأنه ثبت أقدامه في المركز الثالث ويأمل طبعا إلى أن يتواجد في الوصافة فيما تبقى من الجولات، ولو أن حظوظه لا زالت وافرة أيضا على مستوى الدوري من أجل الوصول إلى الصدارة، على اعتبار بأنه فارق النقاط بين السد والتحيل والغرافة هو 4 نقاط فقط. في المقابل مباريات الكأس في دور الثمن، نادي الغرافة تجاوز الملك القطراوي ب3 أهداف مقابل هدف، ذات النتيجة انتصر بها نادي العربي على حساب سمير. مباريات الربع، نادي العربي تجاوز الريان بخماسية، والغرافة قادم من انتصار على حساب نادي الشمال بركلات الترجيح. في مواجهة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثلي، 4-2 هي طبعا النتيجة النهائية بركلات الترجيح لنادي الغرافة، وبالتالي الشمال اوت، الريان اوت الى جانب الزعيم السداوي اللي خسر امام السيلية والآلي، كان انهزم امام الخور. العربي، الغرافة، السيلية، الخور هي الأندية التي تتواجد طبعا في مربع الكبار على مستوى كأس قطر، في انتظار طبعا من سيحجز المقعد الأول إلى نهائي كأس قطر.
ليكون بألوان فريق الأحلام نادي العربي، أما أنه سيكون بلون الأصفر للفود الصفراء التي تنطلق في هذه اللحظات. تمريرة في الجهة اليسرى ليأتي الهدف الأول في هذه المواجهة، تمريرة جميلة بالكعب رائعة، فرصة خطيرة والحارس يتدخل، الحارس عبد الرحمن علي حامي عرين نادي العربي يتدخل. تعود الكرة من جديد في الجهة اليسرى عن طريق من؟ عن طريق سيف أبو تريكة، الإبعاد من جانب الدفاع والكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي برمية تماس من الجهة اليمنى لمصلحة نادي الغرافة. صراع أكيد سيكون كبير في هذه المواجهة، كل فريق يريد أن يصل إلى النهائي، كل فريق يريد أن يحصد الذهب اللي حصده طبعا نادي السد الموسم الماضي، واللي كان واجه نادي الغرافة في واجه نادي العربي في المباراة النهائية اللي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدف. في المقابل العربي كان فاز على غريم هذا المساء نادي الغرافة بنتيجة ثمان اهداف مقابل هدفين في مواجهة النصف النهائي، لذلك قلت بأن مواجهة مكررة وسيناريو كربوني للموسم الماضي لما تقابل الفريقين على مستوى النصف النهائي. كرة برمية تماس من الجهة اليسرى لمصلحة نادي الغرافة في انتظار طبعا من سيسجل أولى الأهداف في هذه المواجهة ومن سيصل أولا إلى شباك خصمي في هذه المباراة. تصل الكرة من الجهة اليمنى دائما غرفوية، تحضر الكرة في اتجاه يوسف عثمان، عثمان 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 يبحث عن المرور لكن دفاع نادي العربي في المكان المناسب. مواجهة ننتظر من خلالها يا سادة يا كرام الإثارة والتشويق على مدار مجرياتها، على اعتبار بأنها تجمع بين فريقين كبيرين هنا في كلاسيكو قطري مكرر ولو من فئة الناشئين ومن فئة مسابقة الكاس. كرة من جديد في الجهة اليمنى لمصلحة نادي الغرافة، ضاعت، عادت كرة عربوية من الجهة اليسرى عن طريق عبد الله سليطي. سليطي الحكم يقول فاول، حكم المواجهة طبعا هو عبد الرحمن يوسف اللي يقود هذه المواجهة والحكم اللي تابعناه في عديد المواجهات على مستوى فئة الناشئين. رمية تماس من الجهة اليمنى سيكون في تنفيذها شلبان عبد الله، إبعاد الكرة عرضية لكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان لتأتي بذلك ركنية لمصلحة نادي الغرافة، بينما هذه إعادة الكرة اللي انطلق من خلالها وحاول من خلالها طبعا أن يصل إلى مرمى الحارس عبد الرحمن علي. إذن هي ركنية، ننتظر هل ستأتي بالجديد وهل ستأتي بالهدف الأول في هذه المواجهة. الغرافة واضح جدا بأنه يريد أن يصل أولا، كرة عرضية طويلة، فرصة خطيرة لكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة. كرة من جديد، الغرافة يضغط، العربي يدافع، والناديان معا طبعا يريدان طبعا أن يفتتح نتيجة هذه المواجهة مع البداية. كرة من الجهة اليمنى عربوية دائما من الجهة اليمنى عن طريق من؟ عن طريق حسن محمد، حسن محمد في التحضير، ممكن عرضية، يختار المراوغة، يختار المراوغة والدفاع يتدخل. تضيع الكرة لتعود لمصلحة نادي الغرافة من الجهة اليسرى عن طريق سيف الدين فضل الله، فضل الله يبحث عن المراوغة، يمر، ينطلق، ممكن تمريرة، يراوغ، الدفاع في التغطية، العربي يدافع الآن والغرافة يهاجم الآن من أجل أولى الأهداف. كرة بينية جميلة لكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة. كرة من جديد في الجهة اليمنى لمصلحة نادي الغرافة، دفاع نادي العربي يتدخل، تصل الكرة من الجهة اليسرى عن طريق سلمان محمد، ينطلق يبحث عن المرور، أو هذا اللاعب رقم سبعة محمد السليطي. كرة عرضية في الجهة اليمنى والدفاع الغرفاوي يتدخل ويبعد الكرة. طبعا الغرافة ليخوض هذه المواجهة بغيابات وازنة، الحديث عن غياب عبد الرحمن حسن، حمد الياري، أحمد فهد، اللاعبون الذين يغيبون طبعا بسبب الإصابة، في المقابل غياب عيسى البلوشي بالتزامات شخصية. في المقابل نادي العربي يعني مكتمل الصفوف في انتظار طبعا هل ستؤثر الغيابات عن الفاد الغرفاوي في هذه المواجهة وفي هذه الأمسية. كرة إلى خارج رقعة الميدان مع التذكير بأنه هذه المواجهة هي الأولى من نوعها طبعا على مستوى النصف النهائي. بعد هذه المباراة سنتابع
مباشرة عبر قنوات الكاس لقاء السيلية والخور. أربع أندية تتصارع من أجل التواجد في نهائي الحلم، نهائي طبعا كاس قطر لفئة الناشئين، بطولة اللي كانت توج بها السد الموسم الماضي، ليس فقط طبعا على مستوى الكاس وإنما السد كان له إنجازات وازنة حتى على مستوى دوري الناشئين لما توج باللقب الموسم الماضي بفارق سبع نقاط عن نادي الغرافة، بينما العربي الموسم الماضي كان حل ثالثا ب 36 نقطة. كرة من جديد، إبعاد عرباوي، تصل الكرة لمصلحة نادي الغرافة. دائما على مستوى وسط الميدان الغرافة اللي توج الموسم الماضي بثلاث ألقاب، لقب كأس المربع الذهبي للشباب، كأس المربع الذهبي في فئة الواعدين، إلى جانب طبعا لقب دوري الشباب لما تصدر الدوري وحاز اللقب الموسم الماضي. كرة من جديد على مستوى وسط الميدان، ضاعت الكرة، عادت لمصلحة نادي العربي، عرضية طويلة، دفاع نادي الغرافة يتدخل، تصل الكرة في اتجاه يوسف عثمان، عثمان يبحث عن المراوغة، يعيد الكرة من جديد في اتجاه جاسم، جاسم الزراع يغير اتجاه الكرة إلى الجهة اليسرى، وهذا اللاعب محمد منصور، كرة من الجهة اليسرى، سيف الدين فضل الله، فضل الله، فضل الله، يعيد الكرة في وسط الميدان، تمرر من جديد، عبد العزيز محمد، محمد في التمرير، راس يوسف عثمان في الجهة اليمنى، ممكن عرضية من هذا المكان، غرفوية خطيرة جدا مرت من أمام الجميع، الفرصة لا زالت قائمة، لا زالت مستمرة بألوان الفوضى الغرفوية من أجل متابعة أولى الأهداف، كرة من الجهة اليسرى، عرضية ممكن راسية مرت من أمام الجميع. دبل كيك، لكن دفاع نادي العربي في المكان المناسب. كرة من جديد لمصلحة نادي الغرافة، وأكيد صراع يعني حاضر على مستوى مسابقة الكاس، دون نسيان بأنه الصراع لا زال قائما ولا زال مستمرا أيضا في الدوري. فارق أربع نقاط للمتصدر السداوي اللي يتواجد في الزعامة، مناصفة طبعا أو مقارنة مع الدحيل والغرافة ب 35 نقطة. كورة خطيرة لكن دفاع نادي العربي يتدخل ويبعد الكرة. الغرافة الأقرب في هذه اللحظات، الغرافة الأجرى في هذه اللحظات من أجل الوصول الأول. تعود الكرة من جديد على مستوى وسط الميدان، عن طريق من؟ عن طريق شلبان عبد الله، يرسل كرة، تمريرة في الجهة اليسرى، مراوغة جميلة، ممكن 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 ممكن، والكرة إلى خارج رقعة الميدان، وحكم المواجع عبد الرحمن يوسف يقول يا ركنية، ركنية غرفوية من الجهة اليسرى. شوف الانطلاقة، شوف المراوغة، شوف انطلاقة جاسم الزراع، والتغطية الدفاعية تتدخل وتبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الآن هي ركنية غرفوية من الجهة اليسرى، شوف شوف كيف كان قريب جدا من أجل أن يضع الكرة في شباك عبد الرحمن علي. كرة من ركنية من الجهة اليسرى لمصلحة نادي الغرافة في انتظار طبعا أولى الأهداف. 13 دقيقة منذ انطلاقة المواجهة، كلا الناديين طبعا يحاولان أن يصل مبكرا في هذه المواجهة، يعلمان بأنه هدف مبكر معناه بأنه باقي دقائق المواجهة ستكون أكثر يسرا. كرة راسية خطيرة والحارس يتدخل يبعد الكرة، تصل الكرة من جديد على مستوى وسط الميدان، ممكن تصويبة من هذا المكان، والكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي بضربة مرمى. يمكن القول بأنه الغرافة أفضل أمانة لما عيناه ولما تبعناه على مدار الدقائق الماضية. الغرافة الأجرى، الغرافة الأكثر جسارة والأكثر بحثا والأكثر قربا أيضا من شباك الحارس عبد الرحمن علي. هذه إعادة تصويبة اللي كانت من جانب عبد الله صالح، لكن الكرة تبوت الأخشاب لتأتي بضربة مرمى لمصلحة نادي العربي. كرة من جديد، عبد الرحمن علي يرسل كرة عرضية طويلة، عادت من جانب نادي الغرافة، دائما على مستوى وسط الميدان، ممكن تمريرة في الجهة اليسرى، ضاعت الكرة، تمريرة جميلة، انطلاقة، ممكن ممكن عرباوية دائما من الجهة اليسرى، والدفاع الغرفاوي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. هذه الانطلاق طبعا اللي كانت من جانب حسن محمد، حكم المواجهة قبل ذلك كان أعلن عن ضربة خطأ
لمصلحة نادي العربي على مستوى وسط الميدان. واضح جدا بأن مباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، ولا فريق يريد طبعا أن يخسر طبعا مجهودات انطلقت يعني منذ أسابيع منذ مواجهة الثمن النهائي العربي. كما ذكرت انتصر على مسمير بثلاثية والغرافة بذات النتيجة على الملك القطراوي. كرة متابعة تصل إلى خارج رقعة الميدان، تأتي بضربة مرمى لمصلحة نادي الغرافة. أمامنا على الصورة محمد السليطي مهاجم الصريح طبعا لنادي العربي في هذه المواجهة، دون نسيان بأن العربي كما ذكرت يضم نجمين قادمين بقوة، حديث عن أحمد أبو تريكة وسيف أبو تريكة أيضا ابناء اللاعب الدولي السابق المصري محمد أبو تريكة. تصل الكرة في وسط الميدان دائما لمصلحة نادي الغرافة. عبد العزيز محمد يتريت يعيد الكرة دائما في المناطق الدفاعية. 0-0 يا سادة يا كرام. نصل إلى الدقيقة 15 منذ انطلاقة المواجهة ومنذ ضربة البداية من طرف حكم المواجهة عبد الرحمن يوسف. كرة من الجهة اليسرى سيف الدين فضل الله، إبعاد عرباوي والكرة إلى خارج رقعة الميدان. الغرافة اللي ذكرت بأنه لا زال يحافظ على حظوظه كاملة في دور الناشئين مناصفة مع التحيل، فوز بفارق 4 نقاط عن المتصدر السداوي. في المقابل نادي العربي طموحه ومبتغاه تثبيت الأقدام في مربع الكبار، خاصة وأن النادي آنيا يتواجد في المركز الرابع بذات النقاط مع النادي السلية. لذلك طموحه فيما تبقى من الجولات، والحديث عن آخر جولتين العربي سيواجه الساد، بعد ذلك سيستقبل طبعا الوصيف نادي التحيل، وبالتالي 6 نقاط ستكون هي الأهم لنادي العربي من أجل تثبيت الأقدام مع مربع الكبار. كرة وانطلاقة، دفاع نادي العربي في المكان المناسب والكرة إلى خارج رقعة الميدان. إن لم تتوج، إن لم تحل طبعا وصيفا على الأقل التواجد طبعا مع الأربعة الكبار في الصدارة من أجل خوض غمار طبعا مسابقة كأس المربع الذهبي، اللي تبقى طبعا مسابقة عندها قيمة كبيرة جدا أيضا على مستوى الفئات السنية وكذلك على مستوى فئات الكبار. بينما طبعا الغرافة لا زالت عنده حظوظ أيضا لخطف الصدارة من نادي السد. 4 نقاط وأمامنا 6 نقاط من آخر جولتين. نحن الآن في الجولة رقم 16 من دوري الناشئين، مع التذكير بأنه لقاء المساء الذي تتابعونه مباشرة عبر قنوات الكاس هو نصف نهائي كاس قطر لفئة الناشئين. كرة من جديد في الجهة اليمنى، دفاع نادي العربي يتدخل يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي برمية تماس. شوف اللوب الجميل بهذه الطريقة، كنترول رائع جدا من جانب اللاعب محمد منصور، لكن الكرة تغادر، تأتي برمية تماس. شلبان عبد الله، شلبان عبد الله في التنفيذ، استقبال رائع من جانب جاسر محمد. ضاعت الكرة، عادت دائما لمصلحة نادي الغرافة، فريق ممتع في هذه اللحظات ويقترب من أولى الأهداف. تصويبة والكرة محادية لمرمى الحارس عبد الرحمن علي. 17 دقيقة من الأفضلية طبعا الغرفوية منذ انطلاقة المواجهة، في انتظار الرياكشن وانتظار ردة الفعل من جانب نادي العربي ليقوده طبعا مدرب شاب 32 سنة، مدرب لم يكن حاضرا الموسم الماضي لكنه طبعا كان حاضر على مستوى الفئات السنية. كرة من جديد، إبعاد الكرة إلى خارج رقعة الميدان، والرجل اللي قلت بأنه لعب لفئة الناشئين في نادي العربي قبل أن يصل طبعا ويجاور الفريق الأول على مستوى دوري النجوم، لعب أيضا لنادي السد في فئة البراعم فئة الأشبال، دون نسيان بأنه جاور نادي الأهلي على مستوى دوري النجوم. بداياته كانت كمساعد مدرب للفئات السنية، وكان مساعدا أيضا على مستوى طبعا فئة الرديف. كرة عرضية راسية والكرة إلى خارج رقعة الميدان، كان مدرب مساعد طبعا لفريق الرديف العرباوي قبل مواسم من الآن. هذه إعادة الكرة العرضية اللي جاءت من الجهة اليسرى والراسية اللي علت وتبوت الأخشاب، لم تأتي بأي خطورة طبعا مذكرة على دفاع ومرمى الحارس عبد الرحمن علي. الآن هي ضربة مرمى، 19 دقيقة
منذ انطلاقة المواجهة 0-0 في انتظار طبعا لمن ستكون الأفضل. يا أكرم ملوك أمامنا على الصورة، مدرب التونسي الخبير في الفئات السنية، مدرب متخصص بالمناسبة في الفئات السنية سواء في تونس وكذلك على مستوى الخليج العربي، كان قائد نادي السكك الحديدية على مستوى الفئات السنية في تونس، والرجل اللي يقود طبعا الموسم الثامن مع نادي الغرافة. كرة وانطلاقة عربوية جميلة من الجهة اليمنى، والدفاع يتدخل ويبعد الكرة، كان بإمكانه التمرير. أحمد أبو تريكة أمامنا على الصورة، شبل طبعا من صلب الأسد المصري، من صلب الأسد محمد أبو تريكة، شوف كيف راوغ، شوف كيف مرر، كان بإمكانه طبعا أن يراوغ على مستوى العمق من أجل أن يقترب طبعا من شباك يوسف الياري، لكن الدفاع الغرفاوي تدخل وبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان لتأتي بذلك ركنية عربوية من الجهة اليمنى. 0-0، والعربي قد يفعل من أولى الفرص الخطيرة، من أولى الهجمات قد يسجل أولى الأهداف ويصل أولا إلى شباك حامي عرين نادي الغرافة يوسف الياري. الدفاع يتدخل يبعد الكرة، تأتي مجددا رمية التماس من الجهة اليمنى دائما لمصلحة نادي العربي. سيكون في تنفيذ الدائرة الأيمن محمد النعيمي. الآن العربي يقترب، الآن العربي يهدد، والآن العربي طبعا ردة فعله تظهر في هذه اللحظات من أجل هدف أول ومن أجل وصول أول في هذه المواجهة. استقبال جميل، متابعة دفاعية، كرة دائما من الجهة اليمنى، ممكن عرضية من هذا المكان، يمر يعرض كرة خطيرة عربوية، فرصة خطيرة، الدفاع يتدخل والإبعاد يتم بشكل جيد وأجود. كرة من جديد في الجهة اليمنى لمصلحة نادي الغرافة، استلام، دوران، مراوغة جميلة، توغل، تمرير رائع، الغرافة يقدم كرة جميلة، انطلاقة في وسط الميدان، تمريرة بينية، لكن دفاع نادي العربي في المكان المناسب. فيصل العبيدلي، عبد الرحمن علي، وبيد الكرة تصل من جديد على مستوى وسط الميدان، والكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي برمية التماس أمامنا على الصورة. حكم المواجهة عبد الرحمن يوسف، رمية التماس من الجهة اليمنى غرفوية، انطلاقة متابعة من جانب دفاع نادي العربي من جانب فيصل العبيدلي. فيصل يبعد الكرة، تصل من جديد على مستوى وسط الميدان دائما لمصلحة نادي الغرافة. ضاعت الكرة، عادت عربوية في وسط الميدان عن طريق من يوسف محمد، يحضر كرة من الجهة اليسرى، عرضية من سلمان محمد، متابعة من جانب سيف أبو تريكة، لكن دفاع نادي الغرافة في المكان المناسب عن طريق شلبان عبد الله. شلبان يتدخل ويبعد الكرة، والتصفيق والتشجيع لا زال مستمرا من جانب المدرب التونسي أكرم ملوك. رمية التماس جانبية من الجهة اليسرى لنادي العربي، جاسم عبد العزيز في التنفيذ، ترسل الكرة في اتجاه سيف أبو تريكة، التغطية الدفاعية حاضرة، تصل من جديد على مستوى وسط الميدان، عرضية دائما لمصلحة نادي العربي، تعود الكرة. العربي يحاول في هذه اللحظات طبعا أن يثبت شخصيته وطبعا يفرض أسلوبه على مستوى رقعة الميدان. كرة وانطلاقة غرفوية من الجهة اليسرى، سبرنت رائع للفهد الغرفاوي، ودفاع نادي العربي في الإبعاد، الدفاع يتدخل ويبعد الكرة، لم يخطئ من كناهم بالفوت. شوف الانطلاقة كيف كانت من الجهة اليسرى من جانب جاسم الزراع اللي حاول أن يتوغل، حاول أن يمر، لكن دفاع نادي العربي بيتدخل في آخر والا، وبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الآن هي ركنية، الآن هي ركنية لمصلحة نادي الغرافة، سيكون في تنفيذها جاسم الزراع. نتابع أولى الأهداف بأقدام غرفوية في هذه المواجهة، هل يصل نادي الغرافة أولا؟ هل يهدف ويسجل أولا في الشوط الأول؟ إذن هي ركنية، ننتظر طبعا صافرة عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، كرة عرضية غرفوية مرت من أمام الجميع، تأتي بضربة مرمى لمصلحة نادي العربي. شوف الكرة المقوسة الدائرية الملولبة، المتابعة كانت حاضرة من جانب اللاعب محمد منصور، لكن الكرة مرت من أمام الجميع لتأتي بضربة مرمى لمصلحة نادي العربي. العربي اللي يواجه الغرافة طبعا هذا الموسم للمرة الثالثة، الفريقان سبق لهما أن تواجدا في الدوري
ذهابا وإيابا. مباراة الذهاب كانت في الجولة الأولى وكانت انتهت لمصلحة نادي الغرافة بنتيجة كبيرة جدا، 7 أهداف مقابل هدف، بينما العربي عاد لينتصر إيابا في الجولة العاشرة بهدفين مقابل هدف، وبالتالي انتصار كان كبير جدا لنادي الغرافة. كرة من جديد في الجهة اليسرى، ولو أنه الانتصار الأكبر والأهم كان لنادي العربي الموسم الماضي في نصف نهائي طبعا هذه المسابقة كأس قطر للناشئين ب8 أهداف مقابل هدف. لذلك نادي الغرافة يمكن القول بأنه كان يعني لم يكن طبعا في يومه في تلك المواجهة، بينما أكيد انتقم لهزيمة الكأس الموسم الماضي وحقق انتصار كبير يعني مع انطلاقة الدوري على حساب نادي العربي اللي كان خسر مواجهتين متتاليتين أمام كل من الغرافة وأمام أيضا نادي الريان في الجولة الثانية بثنائية، بينما أول انتصار عرباوي هذا الموسم كان على حساب الملك القطراوي ب4 أهداف مقابل هدف. في المقابل الغرافة انطلاقته يعني كانت جميلة ومميزة، بداية أكثر من رائعة واستثنائية من أول طبعا 4 جولات حقق العلامة الكاملة ب12 نقطة. الحديث طبعا عن مسار الفريقين في الدوري، بينما الكاس لا زال طبعا لم يسفر عن نتائج حتى اللحظة، والنتيجة المنتظرة في هذا المساء من سيصل إلى النهائي أولا، من سيصل إلى الفاينل أولا، ومن سيحجز المقعد الأول، دون نسيان بأنه سيليا والخور أيضا طبعا سيخوضان لقاء آخر في نصف نهائي هذه المسابقة بعد هذه المواجهة مباشرة. دائما عبر قنوات الكاس الرياضية النقل الحصري لبطولة دوري الناشئين ولكل الفئات السنية وجل الفئات السنية على مستوى طبعا القطري، فئات الناشئين، فئات أيضا الشباب بمسابقتي الدوري والكاس، مرورا طبعا بفئات دوري قطر غاز الفئة الأولمبية للدوري الذي يعرف والآخر صراع كبير جدا. كرة من جديد لمصلحة نادي العربي، تصل لفيصل العبيدلي، العبيدلي لمحمد النعيمي، محمد النعيمي في التحضير، كرة راسية تصل دائما لمصلحة نادي العربي، متابعة جميلة من يوسف محمد، يوسف مراوغة رائعة، انطلاقة، دفاع نادي العربي يتدخل، فيصل العبيدلي يرسل كرة من الجهة اليمنى تصل في اتجاه حسن محمد، حسن محمد دائما من الجهة اليمنى والحكم يقول ضربة خطأ، حكم المواجهة يقول فاول لمصلحة نادي العربي من الجهة اليمنى. العربي طبعا اللي ذكرت يقوده مهاجمان هما طبعا أبناء النجم الدولي المصري السابق ومحلل قنوات بين سبورت حاليا النجم الكبير محمد أبو تريكة، حديثا أحمد أبو تريكة وسيف أبو تريكة، واحد في الجهة اليمنى كجناح أيسر والآخر في الجهة اليسرى كجناح أيمن، وبالتالي يعني لاعبان ينتظر منهما الكثير طبعا في هذه المواجهة، كيف لا وهما أبناء نجم كبير جدا سطع اسمه وتكلمت أقدامه في الملاعب الإفريقية والعالمية أيضا مع النادي المصري، وكان نجم مميز أيضا مع المنتخب المصري وساهم طبعا في ثلاثية تاريخية. كرة من جديد لمصلحة نادي الغرافة تصل على مستوى وسط الميدان، متابعة، حكم المواجهة يقول فاول لمصلحة نادي العربي على مستوى وسط الميدان، لمسة يد وفاول واضح جدا طبعا اللمسة على مواجب نادي الغرافة، وبالتالي الحكم لم يتردد قال هي عملية لمسة يد وبالتالي ركلة حرة. كرة من جديد من الجهة اليسرى لمصلحة نادي العربي، متابعة غرفوية، تغطية حاضرة، هدف أول حتى اللحظة، لا زال متأخرا في هذه المواجهة في انتظار طبعا من سيتكفل بالتهديف ومن سيتكفل بالوصول الأول. كرة غرفوية، انطلاقة، الحارس تأخر لكنه تدخل وأبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. عبد الرحمن علي أمامنا على الصورة، حامي عري النادي العربي اللي قلت بأنه يخوض هذه المواجهة مكتبلة الصفوف بدون أي غيابات، بينما 4 غيابات وازنة يعاني منها نادي الغرافة في هذه المواجهة، ولكن الغيابات حتى اللحظة يعني لم ترخي بظلالها على أداء الفريق، لأنه يمكن القول بأنه الغرافة أفضل في هذه الجولة الأولى حتى اللحظة، ونحن نقترب طبعا من إتمام وإنهاء نصف الساعة الأولى من عمر هذا الشوط الأول. كرة من الجهة اليمنى دائما لمصلحة نادي الغرافة، دفاع نادي العربي يتدخل عن طريق الكابتان عبد الله السليطي اللي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الآن هي رمية تماس من الجهة اليمنى، التكافؤ كان حاضر بين كلا الفريقين طبعا في الدوري،
الانتصار ذهابا كان لنادي الغرافة والانتصار إيابا كان طبعا لفريق الأحلام نادي العربي. في انتظار هل سيكون التكافؤ سيد الموقف في هذه المواجهة؟ ولو أن التكافؤ حتى لو استمر لدقائق المواجهة الرسمية أكيد سيحسم بركلات الترجيح. كرة وانطلاقة من الجهة اليسرى دائما لمصلحة نادي الغرافة، مراوغة جميلة متابعة من جانب نادي العربي والإبعاد إلى خارج رقعة الميدان. الإبعاد طبعا الدفاعي من جانب فيصل عبيدلي اللي تدخل من أمام جاسم الزراع وأبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الآن هي ركنية جانبية لمصلحة نادي الغرافة اللي حصل طبعا على عديد الركنيات بدون طبعا أي ترجمة وبدون أي طبعا أي استغلال. ننتظر هل يستغلون طبعا هذه الركنية من الجهة اليسرى للفوضى الغرفوية. كرة عرضية طويلة مرت من أمام الجميع، راسية دفاعية والإبعاد يتم، تصل الكرة من جديد في الجهة اليمنى، عرضية طويلة من جانب عبد العزيز محمد، دفاع نادي العربي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الإبعاد طبعا من جاسم عبد العزيز طبعا أمامنا على الصورة الدائرة الأيسر لنادي العربي اللي تدخل وبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان لتتحول بذلك ركنية من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. في انتظار طبعا هل يستغل عناصر نادي الغرافة في تنفيذ الكابتن سعود اليافعي. سعود اليافعي يرسل كرة عرضية طويلة راسية حاضرة من جانب الدفاع والإبعاد بعد ذلك من أحمد أبو تريكة. كرة من جديد في الجهة اليسرى، سيف الدين فضل الله، فضل الله يراوغ لكنه يغامر، نجح في المراوغة، نجح في التحضير، تصل الكرة في الجهة اليمنى ودفاع نادي العربي يتدخل ويبعد الكرة من جديد في الجهة اليمنى. تمويه جميل رائع جاسم زراع، تمريرة جميلة والحكم يقول فاول. حكم المواجهة عبد الرحمن يوسف كان قريب من الكرة يقول فاول وضربة خطأ لمصلحة جاسم الزراع. لاعب موهوب، لاعب مهاري في وسط الميدان يصنع الفارق. شوف شوف اللمسة، شوف الخفة وشوف الرشاقة، لولا تدخل طبعا الدفاع كانت تكون التمريرة في اتجاه العميد سعود اليافعي. لكن حكم المواجهة كان قريب من الكرة لم يتردد، قال هي ضربة خطأ لمصلحة نادي الغرافة، سيكون في تنفيذ اللاعب رقم 15 سعود اليافعي. سعود اليافعي ليضع مباشرة في الشباك، ليصوبها طبعا مباشرة إلى مرمى الحارس عبد الرحمن علي، أم أنه سيختار طبعا تفضيل لغة الرؤوس. ننتظر ونعاين. سعود اليافعي يقف على الكرة إلى جانب يوسف عثمان والغرافة يبحث طبعا عن الوصول الأول في هذه المواجهة طويلة، لكن كانت سهلة، كانت سهلة أمانة من جانب سعود اليافعي. كرة طبعا لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس عبد الرحمن علي. كرة من جديد لمصلحة نادي العربي، تغيير اتجاه الكرة في الجهة اليمنى، ضاعت عادت من جديد عربوية من جانب فيصل عبيدلي في الجهة اليمنى لمحمد النعيمي. محمد يتدخل، تصل الكرة دائما في وسط الميدان بالراس، تحضر دفاع نادي العربي يبعد الكرة والغرافة يحاول طبعا في هذه اللحظات أن يطوق طبعا المنطقة ليتواجد فيها نادي العربي. تقريبا ثلاث أرباع الشوط الأول حتى اللحظة يعني شاهدناه في ملعب نادي العربي. على يمين الشاشة كرة وانطلاقة من الجهة اليمنى، دفاع نادي العربي يتدخل يختار الإبعاد والكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي برمية تماس. آخر مواجهة لنادي العربي في الدوري كانت أمام نادي الأهلي وانتهت بانتصار نادي العربي بثلاثية. آخر مواجهة لنادي الغرافة في الدوري كانت أمام نادي قطر وانتهت بانتصار الفوز بثنائي، وبالتالي الفريقان معا قادمان من انتصار في الدوري وقادمان أيضا من انتصار في دور الربع النهائي العربي على حساب الريان بخماسية. والغرافة انتصر بصعوبة جمة على حساب نادي الشمال بركلات الترجيح. كرة من جديد في الجهة اليسرى، عرضية طويلة مرت من أمام الجميع وصلت من جديد جاسم الزراع. جاسم الزراع في الاستلام في التحضير، هل تكون عرضية من هذا المكان؟ هل نتابع أولى الأهداف؟ دفاع نادي العربي يتدخل، تصل الكرة من جديد من جانب شلبان عبد الله في الجهة اليسرى. غرافة لما قدمه يستحق هدف أول، الحكم ماذا يقول؟ نو فاول، لا وجود لضربة خطأ وتغطية دفاعية من جانب المتألق أحمد أبو تريكة. كرة من جديد في وسط الميدان عن طريق يوسف محمد، يوسف يحافظ على الكرة يقاتل، وهذا اللاعب حسن محمد يحضر الكرة في اتجاه المتألق سيف، سيف والحكم يقول فاول. حكم المواجهة يقول ضربة خطأ، وأحمد أبو تريكة اللي كان وراء الكرة أحمد أبو تريكة من الجهة اليمنى. شوف الكرة وشوف الانطلاقة
وقصة الشعر طبعا على طريقة النجم المصري الحالي مع نادي ليفربول النجم محمد صلاح. أحمد أبو تريكة هل يسير على خطوات طبعا والديه، ولما لا يسير أيضا على خطوات النجم المصري محمد صلاح. كرة من أجل اليمنى لمصلحة نادي العربي، سيكون في تنفيذ أحمد النعيمي. هل نتابع أولى الأداء في هذه المواجهة؟ العربي يريد والآخر أن يصل أولا في هذه المواجهة بعدما قبل اللعب على مدار 33 دقيقة. كرة عرضية دفاع نادي الغرافة يتدخل يبعد الكرة، تصل من جديد على مستوى وسط الميدان، ضاعت الكرة، عادت غرفوية، ممكن مرتدة في الجهة اليمنى. الفوض بسرعتهم قد يفعلون، بسرعتهم قد يسجلون أولى الأهداف. يمرر كرة، كرة في الشباك، لا 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 ضاعت، ما زالت الكرة خطيرة. وبرا جميل، والكرة محاذية لمرمى الحارس عبد الرحمن علي. الله على كرة، الله على التصدي، كان جميل من عبد الرحمن علي. كنا طبعا قريبين جدا من متابعة أولى الأهداف، من متابعة الوصول الأول في هذه المواجهة. شوف الانطلاقة، شوف السبرنت، شوف السرعة، وشوف التمرير. لاعب لم يكن جشعا، لم يكن طماعا، اختار التمرير، لكن الكرة ضاعت على نادي الغرافة. تمريرة كانت مميزة من جانب محمد منصور، والكرة ضاعت وتات ما بين الأقدام إلى خارج رقعة الميدان، محادية للقائمة الأيسر لمرمى الحارس عبد الرحمن علي. أخطر فرصة في الشوط الأول بألوان نادي الغرافة تضيع في هذه اللحظات. تصل الكرة دائما على مستوى وسط الميدان لمصلحة نادي الغرافة. تمريرة بسرعة تتم في اتجاه من سيف الدين فضل الله. فضل الله في التمرير، النجم جاسم الزراع في التلقي، جاسم مهاري، جاسم فنان، جاسم موهبة غرفوية قادمة بكل قوة طبعا في فضاء الكرة القطرية. كرة من جديد على مستوى وسط الميدان، تمريرة من عبد العزيز محمد في الجهة اليمنى في اتجاه شلبان عبد الله. شلبان يمر، شلبان يعرض كرة خطيرة مرت من أمام الجميع لتصل من جديد لصالح نادي الغرفة. شوف كيف يصنعون الفارق بسرعتهم، بقوتهم البدنية، وأيضا برغبتهم وجسارتهم وشجاعتهم هجوميا. نقول كرة من جديد في الجهة اليسرى عن طريق عبد الله صالح، يمرر الكرة لسيف الدين فضل الله. فضل الله يعيد الكرة، دائما يطلبها جاسم الزراع على مستوى وسط الميدان، يحضر كرة في اتجاه عبد العزيز محمد. محمد في التصويب، والكرة إلى خارج رقعة الميدان. عبد العزيز محمد حاول طبعا أن يباغت الحارس عبد الرحمن علي. شوف التصويبة كيف كانت، والكرة ذهبت طبعا بعيدا إلى خارج رقعة الميدان لتأتي بضربة مرمى لمصلحة نادي العرب. عربي اللي قلت بأنه تنتظر مواجهتين طبعا مهمتين على مستوى الدوري. سيواجه السد في الجولة رقم 17، بعد ذلك يواجه نادي التحرير، وبالتالي مواجهتان مهمتان لفريق الأحلام نادي العربي من أجل تثبيت الأقدام على مستوى طبعا مربع الكبار. تواجد مع الأربعة الأوائل مهم جدا لكل الأندية من أجل خوض طبعا غمار مسابقة كأس المربع الذهبي. كرة وانطلاقة، والدفاع العرباوي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. ولو أنه حسابيا العربي لم يعد بإمكانه أن يحتل المركز الثالث ولا حتى المركز الثاني، فارق حتى اللحظة 8 نقاط مع كل من الغرافة ونادي التحرير. لذلك الغاية الآن لنادي العربي فيما تبقى من جولات الدوري هو تثبيت الأقدام في المركز الرابع والابتعاد عن نادي السيلية اللي عنده والآخر نفس الطموح ونفس المبتغى، إنهاء الدوري في المركز الرابع. كرة من الجهة اليمنى، عرضية طويلة رأسية، لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة، أو بالأحرى عبد الرحمن علي ومن بعد الكرة. كرة من جديد تأتي برمية التماس من الجهة اليسرى. في المقابل نادي الغرافة يعني حسابيا لازال ينافس على كلتا المسابقتين، أقدامه لازالت موجودة، لازالت مثبتة في المركز الثالث مناصفة مع نادي تحيل، وبالأحرى في المركز الثاني على اعتبار بأنه تحيل يتفوق فقط بلغة الأهداف. فارق 4 نقاط، تنتظره مواجهتين أمام كل من معذر ولا الريال. الانتصار فيهما وانتظار تعثر نادي السد معناه إمكانية خطف الصدارة لنادي حل وصيفا الموسم الماضي بفارق 6 نقاط طبعا
عن الزعيم السداوي ليسير بخطة ثابتة نحو الحفاظ على لقب دوري الناشئين. كرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة نادي العربي، تحضر الكرة في الجهة اليسرى، تمريرة بينية ذكية جميلة دهية، والتغطية الدفاعية تتدخل وتبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. حكم المواجهة قبل ذلك كان قال فاول، فاول وضربة خطأ لمصلحة نادي الغرافة. الغرافة اللي الموسم الماضي حقق 3 ألقاب كما ذكرت على مستوى الفئات السنية، توج بكأس المربع للشباب، توج أيضا بدوري الشباب، وتوج أيضا بكأس المربع الذهبي للواعدين. أمامنا على الصورة مدرب نادي العربي عمر الجيلي، الرجل طبعا اللي تدرج في الفئات السنية لنادي السد والعربي، والرجل اللي جاور نادي الأهلي أيضا كلاعب، بينما خبراته التدريبية تبقى طبعا معدودة على رؤوس الأصابع في الفئات السنية لنادي العربي، وأيضا مساعدا مدربا للفريق الأول مع المدرب زولا. كرة من جديد في الجهة اليمنى لمصلحة نادي الغرافة، انطلاقة دفاع نادي العربي، يتدخل يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الآن هي رمية تماس جانبية سيكون في تنفيذها يوسف عثمان، يترك الكرة للدائرة الأيمن شلبان عبد الله. نعيش طبعا في لحظات الدقيقة الأربعين في انتظار طبعا آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول. حتى اللحظة التعادل وسيد الموقف، ومباريات الكوس يعني عادة ما تكون بهذه الشاكلة بهذا الأسلوب وبهذا النسق اللي يطغى عليه التحفظ، يطغى عليه عامل المغامرة الحيطة والحذر، لكن أعتقد بأن هذا الأمر مسألة وقت ليس إلا. ممكن في الشوط الثاني نتابع إيقاع مغاير وأسلوب مغاير من كلا الفريقين، خاصة في اللحظات الأخيرة للمواجهة، اللحظات اللي سيطمح فيها طبعا كل فريق لطبعا خطف الانتصار والوصول إلى الفاينل، الوصول إلى النهائي. ضربة خطأ الآن لمصلحة نادي الغرافة على مشارف مستطيل العمليات، ليست بالبعيدة، ليست بالبعيدة يا سادة الكرام، يقف عليها 3 لاعبين. الحديث عن عبد العزيز محمد إلى جانب سيف الدين فضل في انتظار من سيكون في التنفيذ، هل هو جاسم الزراع؟ جاسم الزراع يستعد لوضع الكرة في شباك عبد الرحمن علي، هل يفعل ويضعها في الشباك جاسم؟ والبرا من جانب عبد الرحمن علي، جاسم الزراع في التنفيذ وعبد الرحمن علي في الإبعاد والتشطيب، والكرة تأتي بذلك بركنية لمصلحة نادي الغرافة. شوف الكرة كيف كانت، لم تكن في أقصى طبعا الجهة اليسرى للحارس عبد الرحمن علي. كرة من جديد بركنية من الجهة اليمنى، سعود اليافعي الكابتن يستعد للتنفيذ، عرضية طويلة، فرصة خطيرة والحارس يتدخل، تعود الكرة من جديد في وسط الميدان عن طريق حسن محمد، حسن محمد، حسن يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. طبعا سقوط أحد عناصر نادي الغرافة، يبدو بأنه المدافع فيصل العبيد لسلامات، هل هو فيصل؟ يتألم في هذه اللحظات، يسقط على مستوى رقعة الميدان تحت أنظار طبعا المدرب الشاب عمر الجيلي. شوف الكرة كيف كانت، ممكن أصيب طبعا في هذه الكرة وفي هذه اللقطة اللي على ما يبدو اصطد من خلالها طبعا بأحد مهاجمي نادي الغراف، لاعب الذي أصيب هو رقم 7 محمد السليطي. سلامات لمحمد السليطي اللي على ما يبدو استجمع قوى، وبالتالي المواجهة ستستأنف من جديد من رمية التماس من الجهة اليمنى، سيتم إعادتها أكيد بكل روح رياضية بكل فير بلاي لمصلحة نادي العربي لتاتي برمية التماس من الجهة اليسرى. العربي اللي طبعا مساره الموسم الماضي، الحديث طبعا عن كل الفئات السنية، كان ناجح يعني نسبيا، ولو أنه مقارنة بالتحيل والغرافة والسد ألقاب نادي العربي يعني كانت معدودة. حديث عن التتويج بكأس قطر للأشبال والتتويج أيضا بكأس المربع الذهبي للناشئين. موسم الماضي النادي احتل طبعا المركز الثالث وتوج بكأس المربع الذهبي، لذلك قلت قبل لحظات بأن طموح النادي على مستوى الدوري تثبيت الأقدام في المركز الرابع والابتعاد عن نادي السيلية، لأنه هذا الأمر يجعل الفريق ينافس على مسابقة أخرى وعلى بطولة أخرى، الحديث عن كأس المربع الذهبي. خير دليل على ما أقول احتلال المركز الثالث الموسم الماضي هو التتويج بهذه البطولة. كرة من الجهة اليسرى غرفوية، ممكن مراوغة جميلة، انطلاقة يمر، هل يصوب؟ يصوب، الله على كرة، الله على كرة لمصلحة نادي الغرافة، كانت جميلة، كانت مميزة، كانت رائعة من لاعب سوبر، من لاعب مميز. شوف شوف
شوف شوف كيف استلم الكرة. لو كانت هذه الكرة في اتجاه الشباك، شوف كيف راوغ جاسم الزراع، فتح الزاوية صوبها والكرة كانت محادية لمرمى الحارس عبد الرحمن علي. واضح جدا من اللمحة الأولى، من النظرة الأولى، من المشاهدة الأولى، بأن جاسم الزراع لاعب مميز ولاعب فنان ولاعب يعني يمتلك مهارة قل نظيرها في هذا الزمان. تصل الكرة دائما في الجهة اليسرى لمصلحة نادي العربي. بعد الكرة من جاسم عبد العزيز، الكرة تأتي برمية التماس دائما لمصلحة نادي العربي على بعد دقيقة ونصف من نهاية مجريات الشوط الأول اللي على ما يبدو يسير نحو الفناء والنهاية بالتعادل السلبي 0-0. نتيجة إن استمرت سنكون طبعا على موعد مع ركلات الترجيح. الآن هي رمية التماس من الجهة اليسرى لمصلحة نادي العربي. جاسم عبد العزيز في التنفيذ، تعود الكرة دائما عربوية عرضية أمانة. الشوط أول كان بميزة غرفوية واضحة، لكن العربي قد يفعلها ويسجل أولى الأهداف. الحكم يقول فاول، يقول فاول، مع كانت عنده إمكانية لترك الميزة لنادي العربي على اعتبار بأنه محمد الصليتي كان يتجه صوب الكرة. شوف الإعادة، شوف طبعا عملية العرقلة، لكن حكم المواجهة أعلن عن فاول، أعلن عن ضربة خطأ بعدما عرقل محمد حسن من طرف اللاعب رقم 19 محمد منصور. وليأتي النصر العرباوي من ضربة خطأ في هذه اللحظات قد يفعله ويخطف الانتصار. عادة في مباريات الكؤوس لا يعني طبعا أن تسيطر وتستحوذ وتضغط وتضيع أيضا بأنك من سينتصر في نهاية المطاف. قد يأتي هدف من فاول، من ضربة خطأ، من كرة مباشرة، من مجهود فردي ويحسم الأمور. ننتظر ونعاين هل يفعل نادي العربي ويسجل الهدف الاول في هذه المواجهه. في كوره سيكون في تنفيذ عبد الله الصليطي الكابيتانو. عبد الله الصليطي هل يضعها في الشباك؟ والكره تصد بحائط الصد، تصل من جديد على مستوى وسط الميدان. الغرافه قوه في الهجمات المرتده، لكنه اختار طبعا اسلوب المباطره مع بدايه المواجهه. الرميه التماس من الجهه اليسرى، شوف الكره كيف لعبت من جانب عبد الله الصليطي، والكره على ما يبدو صدت بالمدافع سيف الدين فضل الله. رمية التماس من الجهة اليسرى، وفي هذه اللحظات حكم المواجهة السيد عبد الرحمن يوسف يني تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بأفضلية نسبية طبعا بلغة الاستحواذ ولغة الأداء لنادي الغرافة على مدار 45 دقيقة في انتظار مجريات الشوط الثاني كيف ستكون بعد ربع ساعة من الآن. ننتقل الآن بالصوت والصورة للزميل ماجد المنصوري. ماجد تفضل وضيفي. شكرا لك زميلي ماجد المنصوري، مع جزيل الشكر لضيفيك الفاضلين. أعود وحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى الصاد حمد بن خليفة بنادي الأهلي هنا في هذا الملعب وفي هذا البساط الأخضر وفي هذا الملعب الأخضر بمدرجاته وعشبه، الملعب الذي يحتضن نصف نهائي كأس قطر في لقاء طبعا مهم ومهم جدا لكلا الفريقين. الحديث عن الغرافة والعربي، شوط أول انتهى بالتعادل السلبي 0-0. الأفضلية كانت لنادي الغرافة على مستوى رقعة الميدان والأهداف غابت عن كلا الفريقين. الأكثر تهديدا في الشوط الأول والأكثر قربا كان هو نادي الغرافة اللي كان قريب جدا من أن يسجل طبعا الهدف الأول ويخرج متقدما من الشوط الأول على الأقل بهدف لصفر. جولة ثانية قد تتغير فيها المعطيات، شوط ثاني قد يعني تنفرد وتتغير فيه السبل في انتظار طبعا لمن ستكون الأفضلية. على السريع لمن التحق بنا الآن أذكر بتشكيلة الفريقين. نادي العربي بنفس الأسماء، عبد الرحمن علي في حماية العارين، بقية اللاعبين محمد النعيمي، فيصل عبيدلي، عبد الله الصليطي، جاسم عبد العزيز، يوسف محمد، سلمان محمد، حسن محمد، أحمد أبو تريكا، سيف أبو تريكا إلى جانب محمد الصليطي كثلاثي هجومي في هذه المواجهة. في المقابل نادي الغرافة هو الآخر بدون أي تغييرات، بنفس الأسماء بنفس الأقدام. يوسف الياري في حماية العارين، بقية اللاعبين شلبان عبد الله، عبد الله يوسف، محمد منصور، سيف الدين فضل الله، عبد الله الصالح،
عبد العزيز محمد، جاسم الزراء، سعود اليافعي، جاسر محمد الى جانب يوسف عثمان، مع التذكير بانه نادي الغرافه يخوض طبعا غمار هذه المواجهه باربع غيابات، عبد الرحمن حسين، حمد الياري، عيسى البلوشي الى جانب احمد فهد، ونادي العربي مكتمل الصفوف. ولو أن الشوط الأول الغيابات لم تظهر ذلك التأثير الكبير على كتيبة المدرب أكرم ملوك، بينما أمامنا على الصورة عمر الجيلي مطالب بتحقيق الانتصار، لأن الخسارة اليوم معناه خسارة لقب كاس قطر والدوري، يعني خلاص خرج من غمار رسميا نادي العربي على المنافسة، وبالتالي اللقب الوحيد اللي سيبقى هو المنافسة على لقب كاس المربع الذهبي. إن أنهى طبعا نادي العربي الدوري في المركز الرابع على اعتبار بأنه يتناصف التنقيط ويتقاسم الرصيد التنقيطي مع نادي السيلية. كرة خطيرة، جول الله على كرة لمصلحة نادي الغرافة. الغرافة يبدأ ضاغطا في الجولة الثانية، كان قريب جدا، كان قريب جدا، لكن القائمة الأيسر هذه المرة تدخل وامتنع. شوف 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 شوف، خطأ دفاعي، والتصويبة كانت جميلة بالقدم اليسرى، رائعة من طرف الكابتن ومن طرف العميد سعود اليافعي اللي صوب، لكن القائم الايسر تكلم وقال لا، لست مستعدا لاستقبال اولى الاهداف. الرميه التماس من الجهه اليسرى، لكن الغرافه قدم امانه شوط اول افضل طبعا مقارنه بنادي العربي، لكن اعيد واكرر باننا في حضره مباراه كاس فاصله، الاداء لا يعني شيء امام حضور طبعا الاهداف. ان سجل نادي العربي اكيد ستتلاشى كل الافضليه الغرفويه اللي تبعناها في الشوط الاول. الان هي ركنيه من الجهه اليسرى لمصلحه الفود، لمصلحه نادي الغرافه اللي يبحث طبعا ان يسجل اولا في هذه الجوله الثانيه، يريد ان يصل طبعا مبكرا مع انطلاقه الشوط الثاني. هل يتاتى له المراد؟ هل تتحقق له الغايه طبعا المبتغات؟ ننتظر ونعاين. ركنيه في تنفيذها المتلقى جاسم الزراع، النجم اللي صنع طبعا العجب العجاب في دفاع نادي العربي في الشوط الاول، الان سيتكفل بالتنفيذ. تنفذ الكرة، تصل في اتجاه جاسم، جاسم 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 يرسل كرة عرضية، ودفاع نادي العربي في المكان المناسب. هل سيعتمد النادي العربي على الهجمات المرتدة؟ ممكن في الشوط الثاني إذا ما استمر نادي الغرافة بالضغط واستمر بالاستحواذ واستمر طبعا في خنق عناصر نادي العربي في مكان في موقعهم طبعا الدفاعي، أعتقد بأنه العربي سيعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، وأنه نادي الغرافة هو المعروف طبعا بالهجمات المرتدة. تبعنا عديد الأهداف سجلها نادي الغرافة في الدوري من خلال المرتدات السريعة. كرة وانطلاقة من الجهة اليمنى لمصلحة نادي العربي، ممكن مراوغة من هذا المكان، يختار المراوغة، يختار المرور، يمر، هل يعرض؟ يعرض، لكن الكرة إلى خارج رقعة الميدان. العرضية لم تكن دقيقة كفاية والكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي بضربة مرمى لمصلحة نادي الغرافة. ماذا في جرابك يا عمر الجيلي؟ مدرب اللي قلت بأنه متخصص هو الآخر في الفئات السنية، ولو أنه أقل خبرة من المدرب التونسي أكرم ملوك اللي كانت له تجارب في الإمارات وكذلك على المستوى المحلي التونسي وأيضا هنا في قطر. وأعيد وأكرر بأنه يخوض طبعا الموسم الثامن مع نادي الغرافة. كرة وانطلاقة من الجهة اليمنى متدرجة طبعا عبر كل الفئات السنية، والموسم الحالي هو الرابع للمدرب أكرم ملوك مع الفود الغرفوية، أربع سنوات مع ذات الفريق، لذلك المدرب يعرف كل خبايا نادي الغرافة على مستوى فئات الناشئين. بينما المدرب عمر الجيلي أول موسم مع نادي العربي، كرة عرضية طويلة تصل من جديد على مستوى نادي على مستوى الجهة اليمنى دائما لمصلحة نادي الغرافة، تحضر الكرة، اللمسة غير موجودة طبعا، العناصر توقفوا وطالبوا بلمسة يد، لكن حكم المواجهة لم يعلن عن أي شيء، وبالتالي تأتي رمية تماس من الجهة اليسرى لمصلحة نادي العربي. العربي اللي حقق 9 انتصارات في الدوري
ونازم في سبع منازمات، في سبع منازمات. لازمة الأولى كانت طبعا أمام يعني غريم هذا المساء نادي الغرافة بنتيجة كبيرة جدا، سبع أهداف مقابل هدف نظيف، وكانت يعني الحصة الأكبر التي ينهزم بها نادي العربي في الدوري. في المقابل آخر هزيمة كانت أمام السيلية بثلاثية. والحديث طبعا عن مباريات الدوري في الجولة رقم 15. كرة من جديد في وسط الميدان، انطلاقة تعود الكرة دائما لمصلحة نادي الغرافة في المناطق الدفاعية، تحضر الكرة في اتجاه سيف الدين فضل الله. فضل الله يمرر الكرة لجاسم الزراع، جاسم في التلقي، جاسم يتريد، جاسم يبحث عن رسم خريطة هجومية من هذا المكان. تمرر الكرة في اتجاه سعود اليافعي، سعود لجاسم، جاسم أكثر الكرات تمر طبعا بين أو على أقدام المتألق جاسم الزراع اللي يعتبر هو صانع الألعاب طبعا في تشكيلة نادي الغرافة في هذه المواجهة وكذلك في الجولة الأولى. يمكن اعتباره يعني أكثر عنصر مؤثر من جانب نادي الغرافة، لاعب مهاري، لاعب نشيط على مستوى رقعة الميدان، لاعب يعني متعدد طبعا التحركات من الجهه اليمنى الجهه اليسرى، وبالتالي دفاع نادي العربي عانى كثيرا مع جاسم الزراع في الشوط الاول. كره من جديد لمصلحه نادي العربي على مستوى وسط الميدان، ممكن تمريره بينيه، تعود الكره دائما غرفويه في وسط الميدان. حكم المواجهه يقول وجود ضربه خطا، تعود الكره لمصلحه نادي الغرافه من الجهه اليسرى، تصل في اتجاه سيف الدين فضل الله. فضل الله يرسل كرة عرضية طويلة، البحث عن الجهة اليمنى، دفاع نادي العربي يتدخل، تصل الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه سعود اليافعي من جديد لمصلحة نادي العربي. تضيع الكرة، عادت غرفوية دائما على مستوى وسط الميدان، تمريرة بينية لكن لم تمر، لم تمر، ودفاع نادي العربي في المكان المناسب. عبد الله السليطي يتدخل، كرة من جديد على مستوى وسط الميدان، ضاعت الكرة، عادت عربوية من الجهة اليسرى، البحث عن المرور، البحث عن المراوغة، والحكم يقول فاول، فاول وضربة خطأ لمصلحة نادي العربي، وهي رمية تماس، رمية تماس جانبية لمصلحة نادي العربي في الجولة الثانية. وفي هذه اللحظات بالذات عربي يريد والآخر طبعا أن يضغط، أن تكون له شخصية في هذه المواجهة. عرضية طويلة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي بضربة مرمى لمصلحة نادي الغراف. ذكر بأنه فارق النقاط بين كلا الفريقين في الدوري حتى اللحظة هو ثمان نقاط، ثمان نقاط يعني بالتمام والكمال. الغرافة ب 35 نقطة والعربي ب 27 نقطة، مناصفة مع السيلية في المركزين الرابع والخامس تواليا. كرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة نادي الغرافة، تصل في اتجاه عبد العزيز محمد، يحضر الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه اللاعب شلبان عبد الله. شلبان وهذا اللاعب محمد منصور يرسل كرة عرضية طويلة في الجهة اليسرى، دائما غرفوية في اتجاه جاسم الزراع، يمر 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 من لاعبين، يمرر كرة جميلة، تستقبل الكرة دائما لمصلحة نادي الغرافة، ممكن تصويبها من هذا المكان، يعيد الكرة من جديد سعود اليافعي لسيف الدين فضل الله. فضل الله يغير اتجاه الكرة في الجهة اليمنى، والغرافة قادر على خطف هدف التقدم في هذه اللحظات وهدف الأفضلية. كرة من جديد عربوية في الجهة اليسرى، الغرافة يضغط، العربي يدافع، هو العنوان الرسمي للشوط الأول وحتى اللحظة على مدار 10 دقائق منذ انطلاقة الشوط الثاني. هي رمية تماس إذن من الجهة اليمنى لمصلحة نادي الغرافة، سيكون في تنفيذها طبعا شلبان عبد الله الطير الأيمن طبعا لنادي الغرافة. شلبان، شلبان عبد الله في تنفيذ هذه الكرة، تمرر الكرة، استقبال جميل في اتجاه من؟ جاسم الزراع او يوسف عثمان. ضاعت الكره، عادت لمصلحه نادي العربي دائما على مستوى وسط الميدان، تمريره بينيه ضاعت، عادت عربويه في وسط الميدان. العربي قد يضرب بالمرتدات، قد يضرب بسرعه لاعبيه عن طريق طبعا الاجنحه وعن طريق المتالق احمد ابو تريكه. ابو تريكه في المتابعه، لكن التغطيه الدفاعيه حاضره تبعد الكره الى خارج رقعه الميدان. محمد او احمد ابو تريكه
والسيف أبو تريكة على مستوى الجهة اليسرى. شوف كيف انطلق وشوف طبعا كيف حاول أن يتوغل، لكن دفاع نادي الغرافة في المكان المناسب يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. عبد الله يوسف هو من تدخل، تعود الكرة من جديد برمية التماس من الجهة اليمنى. ماذا لو يفعل نادي العربي ويسجل أولا في هذه المواجهة وبالتالي يصل أولا في هذا اللقاء. كرة من جديد على مستوى وسط الميدان لمصلحة نادي الغرافة، استلام جيد، تعود الكرة دائما في الجهة اليمنى غرفوية، انطلاقة ممكن، مراوغة جميلة، عنده خيار طبعا التمرير في الجهة اليسرى واليمنى، اختار الجهة اليمنى، ممكن 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 ممكن، جول 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 جول. الغرافة يسجل في هذه اللحظات الفوز، تسجل أولى الأهداف بكرة جميلة وانطلاقة رائعة ختمها سعود اليافي في شباك عبد الرحمن علي. كرة مدروسة وكرة رائعة انطلقت من الجهة اليسرى بمرتدة جميلة. قلت وذكرت بأن الغرافة سجل جل أهدافه في الدوري من خلال المرتدات، هي سرعتهم، هو طبعا هي ميزتهم وهي انطلاقاتهم المعتادة. شوف الكرة كيف مررت والمتابعة كانت حاضرة من جانب سعود اليافعي اللي يسجل أولى الأهداف في المواجهة ويعطي التقدم لنادي الغرافة بطريقة جميلة. سجل الهدف بطريقة رائعة، تأتي البصمة الأولى عن طريق الكابتان سعود اليافعي. هدف للصفر، قد يكون هدف الفاينل، قد يكون هدف النهائي، قد يكون هدف طبعا الوصول إلى المرحلة النهائية وإلى نهائي الحلم طبعا على مستوى كاس قطر لفئة الناشئين. كرة من جديد في الجهة اليمنى لمصلحة نادي العربي عن طريق من؟ عن طريق أحمد أبو تريكة في التمرير، ضاعت منه الكرة، عادت لمصلحة نادي الغرافة. عبد العزيز محمد يرسل الكرة في الجهة اليسرى، هدف للصفر طبعا، يترجم الأفضلية ويأتي بالأحقية المنتظرة في هذه المواجهة. كرة من جديد في الجهة اليسرى لمصلحة نادي الغرافة، انطلاق البحث عن المراوغة، الدفاع في التغطية، الدفاع في المتابعة عن طريق فيصل العبيدي، والحكم يقول فاول، ضربة خطأ عربوية من الجهة اليمنى بعد التدخل طبعا في حق المدافع فيصل العبيدلي. هدف للصفر انتظرناه على مدار 68 دقيقة، 68 دقيقة وعلى مدار تقريبا 13 دقيقة قبل أن نشاهد طبعا الهدف الأول في هذه المواجهة اللي أعيد وأذكر بأنه سعود اليافعي ومن سجله، اللاعب الذي لم يسجل طبعا في مباريات الكأس. جاسر محمد سجل، يوسف عثمان سجل، وسيف الدين فضل الله والآخر سجل، على اعتبار بأن الغرافة لم يسجل سوى أربع أهداف يعني من دور الثمن النهائي وصولا إلى دور الربع النهائي، الدور اللي يعني تجاوزه بصعوبة جدا وبصعوبة جمة بعد الانتصار على نادي الشمال بركلات الترجيح. في المقابل العربي سجل ثمان أهداف من مباراتين، 3-1 في أمام نادي مسمير وخمس أهداف مقابل صفر أمام الرايب الرياني، النادي الذي لا يعيش أفضل أحواله طبعا في فئة الناشئين وفي جل الفئات السنية. لو أعدنا طبعا التذكير بمركز نادي الريان في الفئات السنية، فئات الواعدين، في فئة طبعا الأشبال، كرة وانطلاقة من الجهة اليسرى والتغطية الدفاعية والكرة إلى خارج رقعة الميدان. الريان ليتواجد في المركز السادس لدوري الناشئين ب 20 نقطة من 6 انتصارات، تعادلين وثمان هزائم، والركنية دائما مصلحة نادي الغرافة اللي يريد أكيد أن يسجل ثاني الأهداف من أجل أن يطمئن على نتيجة هذه المواجهة ويطمئن أكيد على هدف الانتصار بركنية تاسعة. هل ستأتي بالجديد لنادي الغرافة اللي سجل هدف جميل جدا أمضاه سعود اليافعي بتمريرة رائعة من يوسف عثمان. الآن هي ركنية من الجهة اليسرى، هل تأتي بثاني الأهداف؟ عرضية طويلة مرت من أمام الجميع بالرأس، تعود من جانب الدفاع، ممكن تصويبة من هذا المكان قوية جدا والدفاع يتدخل. كرة من جديد لنادي الغرافة، يضغط 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 والدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. كان قريب جدا من ثاني الأهداف، كان قريب جدا من الدوبلي في هذا الشوط الثاني. شوف الكرة كيف لعبت، شوف كيف صويبت، عادت من جانب الدفاع، توغل اختار ان يمرر والكره لم تمر، مرت لكنها اصطدت بدفاع نادي العربي. الان هي ركنيه من جديد، سعود اليافعي يمرر كره داخل مستطيل العمليات، تحضر بهذه الطريقه، كان بامكانه ترك الكره لزميله القادم من الخلف، اختار طبعا
المراوغة تمرر الكرة انطلاقة من الجهة اليسرى، دعت الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي الغرافة. واضح جدا الأفضلية طبعا على مستوى رقعة الميدان، واضح سيطرة نادي الغرافة على مجريات هذه المواجهة. فريق اللي قلت بأنه يخوض هذا اللقاء بأربع غيابات، وكأنه نادي العربي هو من يعاني من الغيابات. كرة عرضية طويلة مرت من أمام الجميع، فرصة خطيرة دائمة لمصلحة نادي الغرافة. الله على كرة والله على براد. قد يكون منعرج هذه المواجهة، قد يكون هذا التصدي وهذا الإبعاد منعرج هذا اللقاء من طرف فيصل العبيدلي. شوف الكرة كيف لعبت، شوف 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 شوف، ثلاث لاعبين في مواجهة حامل عرين عبد الرحمن علي، والتصويبة كانت رائعة لكن وجدت المتألق فيصل العبيدلي قلب الأسد يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الغرافة إن لم يسجل ثاني الأهداف قد يصدم بهدف التعادل في أي لحظة ومن أي كرة. تصل من جديد على مستوى وسط الميدان لمصلحة نادي الغرافة عن طريق يوسف عثمان، يمرر كرة في الجهة اليمنى انطلاقة دائما غرفوية. التفوق الغرفاوي واضح، والحكم يقول هي ضربة مرمى. حكم المواجهة يقول هي ضربة مرمى لمصلحة نادي العربي ومصلحة الحارس عبد الرحمن علي. بينما الاحتجاج في هذه اللحظات من طرف شلبان عبد الله، أو من طرف هذا اللاعب رقم 19 محمد منصور اللي طالب بمخالفة، لكن حكم المواجهة كان قريب من الكرة، قال هي ضربة مرمى وقال بأنه لا وجود لضربة خطأ، وبالتالي الكرة تعود لمصلحة نادي العربي من الجهة اليسرى. جاسم عبد العزيز في التمرير، وصلت الكرة الانطلاقة من جانب سيف أبو تريكة. سيف لم نشاهده كثيرا في هذه المواجهة مقارنة بأحمد أبو تريكة. الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى لنادي العربي الأكثر نشاطا طبعا مقارنة بالجهة اليسرى. تصل الكرة من جديد في وسط الميدان، مراوغة جميلة رائعة انطلاقة، يمر ينطلق ممكن تمريرة في الجهة اليمنى، يختار التريوت عبد الله الصالح أو هذا المتعلق جاسم الزراع، يرسل الكرة في الجهة اليسرى. سيف الدين فضل الله، فضل الله فضل الله يبحث عن المراوغة، يمر يمر من بين لاعبين، يمرر يمرر، الكرة لم تمر لم تمر. الفكرة كانت رائعة، الفكرة كانت مميزة لكن الكرة لم تمر. عادت من جديد لمصلحة نادي العربي اللي كلما تقدمت دقائق المواجهة كلما وجد صعوبة كبيرة. كرة وانطلاقة، دفاع نادي العربي يتدخل، لكن أعتقد بأنه الاقتراب من الدقيقة 75 وفي آخر ربع ساعة العربي قد يتغير شكله ويتغير أسلوبه، على اعتبار بأنه يعني استمرار تقدم نادي الغرافة معناه خروج نادي العربي، وبالتالي منتظر جدا أن نتابع يعني نتابع أسلوب مغاير لنادي العربي في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المواجهة. يا إما تستقبل الهدف الثاني يا إما تسجل. كرة من جديد على مستوى وسط الميدان لمصلحة نادي الغرافة عن طريق جاسم الزراع. جاسم لاعب نشط لاعب مرن، يحضر الكرة لعبد الله يوسف. عبد الله يوسف تمرر الكرة في الجهة اليسرى في اتجاه سيف الدين فضل الله. فضل الله يتريت، يحافظ على الكرة، يعيدها من جديد لجاسم الزراع. جاسم الزراع حتى اللحظة لم أتعرف على موقعه بالذات، لكن اعتباره لاعب جوكر ولاعب حر طبعا، المدرب أعطى حرية كاملة لجاسم الزراع ليتحرك في الاتجاه الذي يريد وفي المكان الذي يشاء. كرة وانطلاقة من الجهة اليمنى، شلبان عبد الله في الاستلام، هل تحضر التصويب من هذا المكان؟ يختار التمرير ليوسف عثمان. يوسف 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 يبحث عن المرور، يمر يحضر كرة ممكن تصويبه من هذا المكان. تمرر الكرة من جديد في اتجاه جاسم. جاسم لسيف الدين فضل الله الغرافة، يبحث عن ثاني الأهداف بعرضية طويلة، والكرة إلى خارج رقعة الميدان تأتي بضربة مرمى. كرة إلى خارج رقعة الميدان تأتي بضربة مرمى لمصلحة نادي الغرافة أو لمصلحة نادي العربي. ممنا على الصورة أكرم ملوك، 49 سنة في مواجهة مدرب في عمره 32 سنة فقط، يعني فارق 17 سنة من الخبرة التدريبية، وعلى الأقل فارق 17 سنة كسن بين كلا المدربين. كرة من جديد على مستوى وسط الميدان لمصلحة نادي الغرافة، ممكن تمريرة، يختار التريت، يحضر كرة في الجهة اليسرى. سيف الدين فضل الله، فضل الله يعيد الكرة لمن؟ لعبد الله يوسف. عبد الله يوسف لمحمد منصور، محمد منصور لشلبان عبد الله، شلبان عبد الله محمد منصور من جديد، محمد لعبد الله يوسف.
عبد الله يوسف والغرافة يختار استراتيجية البناء من الخلف من المناطق الدفاعية من أجل الوصول طبعا إلى مرمى عبد الرحمن علي مجددا. جاسم الزراء يتهاوى لكن يحافظ على الكرة، بل هو اللاعب سيف الدين فضل، سيف الدين فضل الله الضائر الأيسر هو من تهاوى وهو طبعا من فقد توازنه في اللقطة الماضية. شوف الانطلاقة، حاول المرور عاد من جديد، حصل الكرة ليحصل مجددا على ركنية لمصلحة نادي الغرافة من الجهة اليسرى. 66 دقيقة منذ انطلاقة المواجهة وتقريبا 21 دقيقة منذ انطلاقة الشوط الثاني. كرة خطيرة مرت من أمام الجميع والدفاع العرباوي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. شوف الكرة كيف لعبت بهذه الطريقة، تدخل كان حاضر من جانب الدفاع والحكم لم يتردد، قال فاول بعد التدخل طبعا في حق اللاعب فيصل العبيدلي، العربي اللي قلت بانه في المركز الرابع هنيا في الدوري. والغايه الاهم لنادي العربي يا ساده يا كرام على مستوى الدوري هو تثبيت الاقدام في المركز الرابع، على اعتبار بانه الصراع سيكون يعني صعب وصعب جدا وسيكون شرس ايضا مع نادي السيليه فيما تبقى من الجولات. عربي سيواجه ناديي السد والتحيل وبالتالي يواجه المتصدر ويواجه الوصيف، وبالتالي نادي العربي تنتظر مواجهات صعبه، مواجهات شبع معقده امام نادي يطمح طبعا الى تثبيت الاقدام على مستوى الصداره وحسم الدوري بدايه من الجوله القادمه، وامام نادي التحيل اللي يريد ان يقلص الفارق مع نادي السد ولما لا يخطف الصداره من نادي السد. ولكن السد ان انتصر في الجوله القادمه على حساب نادي العربي معناه اللقب رسميا سداوي لمصلحه عيال الديب. اصابه اللاعب فيصل العبيدي في هذه اللحظات جانب طبعا من المشاهدين من العشاق لكلا الفريقين في كلاسيكو مصغر للكره القطريه على مستوى فئه الناشئين تحت 17 سنه. كره والابعاد، حكم المواجهه يقول فاول لمصلحه نادي العربي وبطاقه صفراء حاضره في هذه اللحظات على اللاعب رقم 2 عبد الله يوسف. عبد الله يوسف يحصل على البطاقة الصفراء والعربي يحصل على فاول. شوف طبعا تقديم الكرة بهذه الطريقة من جانب محمد السريطي والتدخل كان من جانب عبد الله يوسف، اعتقد بانه استحق من خلاله طبعا الفاول واستحق من خلاله ايضا البطاقة الصفراء. الحديث عن عبد الله يوسف الان هي ضربة خطأ من الجهة اليمنى في حدود الدقيقة 69 على بعد 21 دقيقة من نهاية مجريات وتفاصيل هذه المواجهة وهذا اللقاء المصيري هنا في نصف نهائي كأس قطر لفئة الناشئين. الغرافة يسير بثبات نحو الفاينل، الغرافة يسير بخطى ثابتة نحو النهائي، نحو تثبيت الأقدام طبعا في المباراة النهائية. كرة من ضربة خطأ سيكون في تنفيذها محمد السليطي، يرسل كرة عرضية طويلة مرت من أمام الجميع، وصلت مجددا على مستوى وسط الميدان دائما لمصلحة نادي الغرافة، ضاعت عادت لنادي العربي تمريرة. كرة من جديد في وسط الميدان غرفوية عن طريق جاسم الزراع يختار المراوغة، ضاعت الكرة عادت لمصلحة نادي العربي في الجهة اليمنى يستلم اللاعب رقم 7 محمد السليطي، ضاعت منه الكرة عادت لنادي الغرافة اللي إذا سجل الهدف الثاني أعتقد بأنه سيقترب من النهائي أكثر من أي وقت مضى. تصويبة قوية والتغطية الدفاعية حاضرة، كرة من جديد لمصلحة نادي العربي، عرضية طويلة بينية قد تصل، وصلت أولا للدفاع وحامل عرين في المكان المناسب يوسف الياري. سيف الدين فضل الله للاعب رقم 15 سعود اليافعي، يحضر الكرة في الجهة اليسرى لجاسم الزراع، جاسم يمر، جاسم ينطلق، جاسم يمرر والدفاع يتدخل ويبعد ويشطب. كرة من جديد لنادي الغرافة من الجهة اليمنى، متابعة من جانب محمد منصور، يحضر كرة لشلبان عبد الله، شلبان عبد الله عبد العزيز محمد، عبد العزيز محمد دائما في وسط الميدان يتريث يبحث عن كرة عرضية طويلة في اتجاه جاسم الزراع، جاسم ينطلق، جاسم يحصل على الكرة لم تغادر بعد، يحافظ عليها يروضها، ينطلق يمر يتوغل جاسم ماري، جاسم فنان، جاسم رائع، جاسم لاعب استثنائي في تشكيلة الفوز. كرة دائما لمصلحة نادي الغرافة، فرصة خطيرة والدفاع العرباوي يتدخل ويبعد الكرة لتصل مجددا على مستوى وسط الميدان. العربي الآن في هذه اللحظة بإمكانه أن يسجل، في هذه اللحظة بإمكانه أن يصل، لكن
من سيتكفل بهذه المهمة؟ هذا هو السؤال المطروح. متابعة كانت حاضرة من جانب أحمد أبو تريكا حكم المواجهة، يقول رمية التماس من الجهة اليمنى دائما لمصلحة نادي العربي. تنفذ الكرة، عرضية طويلة من حسن محمد، تعود الكرة من جديد لمصلحة نادي الغرافة والكرة إلى خارج رقعة الميدان. حكم المواجهة يقول رمية التماس غرفوية من الجهة اليسرى. أحمد أبو تريكا يحاول في هذه اللحظات طبعا أن يصنع الفارق على مستوى الجهة اليمنى. اللاعب طبعا اللي ينتظره مستقبل كبير جدا إلى جانب سيف أبو تريكا. لاعبان اللي أكيد يريدان طبعا أن يخطوا بخطوات الوالد محمد أبو تريكا النجم الإفريقي والعربي والعالمي. كرة من جديد على مستوى وسط الميدان لمصلحة نادي الغرافة، تمريرة بينية في الجهة اليسرى، غرفوية دائما الغرافة، قد يسجل ثاني الأهداف، قد يطمئن على نتيجة المواجهة، والدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. شوف الانطلاقة من الجهة اليسرى كيف كانت من جانب اللاعب رقم 21 جاسر محمد اللي سجل الهدف طبعا في شباك نادي قطر، يحاول مرة أخرى أن يصنع الفارق لكن الدفاع دخل وبعد الكرة إلى ركنية. إصابة أحد عناصر نادي الغرافة في هذه اللحظات، سلامات 73 دقيقة منذ انطلاقة المواجهة، 17 دقيقة فقط على النهايات. تفاصيل هذه المواجهة نصف نهائي كأس قطر لفئة الناشئين، مع التذكير بأن هذا النصف طبعا هو نصف النهائي الأول، المواجهة الثانية ستجمع بين السيلية والخور. منتصر طبعا في هذا اللقاء سيواجه المنتصر في لقاء السيلية والخور من أجل أن نتعرف جميعا على النهائي كأس قطر. نهائي الموسم الماضي كان بين السد والعربي، والانتصار كان سداوي بثلاثية مقابل هدف. العربي اللي انتصر على الغرافة الموسم الماضي بنتيجة 8 أهداف مقابل 2، يعني الأمور تغيرت ما بين الموسم الماضي والموسم الحالي. العربي الآن يعاني، كرة تصويبة قوية والكرة إلى خارج رقعة الميدان. يعني فريق انتصر بالثمانية الموسم الماضي وفي ذات المناسبة وفي ذات الدور، الآن هو منازم بهدف للصفر ويجد صعوبة كبيرة جدا من أجل الوصول إلى مرمى الحارس يوسف الياري، ومن أجل حتى يعني فرض أسلوبه وفرض إيقاعه على مستوى رقعة الميدان. تغيير الآن، يوسف سعيد من جانب نادي الغرافة سيدخل مكان عبد الله الصالح، تغيير أولي في هذه المواجهة. طبعا العربي حتى اللحظة لا زال يحتفظ بذات الأسماء اللي انطلقت مع بداية المواجهة. أمامنا على الصورة عبد الله الصالح يكتفي ب 74 دقيقة ويغادر إلى خارج رقعة الميدان، بينما البديل هو يوسف سعيد اللي ممكن يأتي بالسعادة، السعادة التي ستسير طبعا بنادي الغرافة إلى دور النهائي. كرة من جديد على مستوى وسط الميدان، السعادة هنا معناها هدف. كرة لمصلحة نادي الغرافة عن طريق محمد منصور. محمد منصور يحضر الكرة لعبد الله يوسف. عبد الله يوسف بتمريرة جميلة في اتجاه سيف الدين فضل الله. فضل الله يمرر الكرة، تمريرة بينية دائما غرفوية، دفاع نادي العربي في المكان المناسب. الدفاع في التغطية عن طريق اللاعب فيصل عبيدي اللي يختار يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الآن تغيير مرة أخرى من جانب نادي العربي، هذه المرة دخول لاعب رقم 2 يوسف عبد الله ليدخل مكان اللاعب جاسم عبد العزيز. أمام على الصورة يغادر والآخر. العربي يحتاج طبعا إلى إقحام أسماء جديدة، عنده عبد الله جابر، خلفان صالح، عبد الرحمن أحمد، يوسف عيسى، أسماء بإمكانه يعني أن تأتي بالجديد في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق القادمة بالذات. نحن تقريبا نقترب من الربع ساعة الأخيرة، نلعب في الدقيقة 75، وبالتالي العربي الآن يحتاج إلى أن يضغط، الآن يحتاج إلى أن يظهر شخصيته على مستوى رقعة الميدان، يحتاج إلى أن يبادر، يحتاج إلى أن يحاول على الأقل من أجل الوصول الأول وتسجيل هدف التعادل، لأن استمرار هذه النتيجة معناه أوت والاكتفاء بنصف النهائي بعدما كان الموسم الماضي وصيفا أمام الزعيم السداوي. كرة من جديد لمصلحة نادي الغرافة، السد اللي غادر طبعا من دور الربع النهائي أمام نادي السيلية في مواجهة كانت مميزة، انتهت لمصلحة فريق اللورد نادي السيلية بركلات الترجيح 3-0. مواجهة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي 4 أهداف مقابل 4. كرة من جديد لمصلحة نادي الغرافة عن طريق مان عبد العزيز محمد، تمريرة بينية ضاعت الكرة، عادت عربوية دائما على مستوى وسط الميدان.
عن طريق فيصل عبيدلي، تمريرة بينية، كرة بتدخل دفاعي لمصلحة نادي الغرافة عن طريق اللاعب شلبان العبد الله. تحضر الكرة في وسط الميدان، عبد العزيز محمد، محمد في اتجاه سيف الدين فضل الله، فضل الله يختار إعادة الكرة لعبد الله يوسف. شوف كيف يحاول طبعا في هذه اللحظات عناصر نادي الغرافة يعني الاستحواذ على الكرة وعدم إتاحة الفرصة للاعبي نادي العربي للحصول على الكرة في وسط الميدان. ما دامت الكرة معي أنا في أمام، هي فلسفة نادي الغرافة في هذه اللحظات، والحكم يقول ضربة خطأ لمصلحة الفوز. شوف التدخل كيف كان، عملية العرقل والاعتراض واضحة جدا، الشد والجذب من جانب لاعب نادي العربي. كرة من جديد لمصلحة نادي الغرافة من الجهة اليسرى، يبحث عن المرور، يتريث، يعيد الكرة لسيف الدين فضل الله، فضل الله يرسل كرة عرضية طويلة، استقبال بالصدر جميل، تمرير أجمل، ودفاع نادي العربي تستصل الكرة من جديد بلونها الأصفر لمصلحة نادي الغرافة من الجهة اليمنى. شلبان عبد الله، شلبان، شلبان يبحث عن المرور، يتوغل شلبان، ودفاع نادي العربي يتدخل بكل سلاسة وبكل جمال. كرة من جديد لمصلحة نادي الغرافة على مستوى وسط الميدان لنادي الغرافة اللي يبحث عن ثاني الأهداف. ممكن تمريرة بينية، الفكرة رائعة، الفكرة رائعة مميزة، لكن التغطية الدفاعية حاضرة. تعود الكرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة نادي الغرافة، مراوغة جميلة، الشوارع موجودة، الشوارع مفتوحة، النوافذ بدل ليست موصدة للغرافة، بإمكانه أن يسجل ثاني الأهداف. فرصة خطيرة والتدخل الدفاعي والكرة إلى خارج رقعة الميدان. فرصة خطيرة غرفوية في هذه اللحظات عن طريق عبد الله يوسف، لكن التدخل الدفاعي كان في المكان المناسب. الغرافة يضيع فرصة لا يمكن أن تضيع، وكان لابد لها من أن تكون في الشباك إن هو أراد طبعا أن يطمئن على نتيجة المواجهة. بهذا السيناريو قد نتابع سيناريو المفاجآت. استمر نادي الغرافة في تضيع الفرص، العربي قادر على أن يفعله، وأنه طبعا حتى اللحظة يعني الغرافة مسيطر بالطول والعرض على مجريات المواجهة. الكرة يعني في جل دقائق المواجهة يعني بين أقدام عناصر نادي الغرافة، في انتظار طبعا أن نتعرف على نسبة البوزيشن الحقيقية في هذه المواجهة. أعتقد بأنه نسبة الاستحواذ عالية جدا لنادي الغرافة. تعود الكرة دائما على مستوى وسط الميدان، عبد العزيز محمد يبحث عن المراوغة، حذاري من المغامرة، يعيد الكرة لمحمد منصور، محمد منصور تمريرة في الجهة اليمنى والكرة إلى خارج رقعة الميدان من جانب محمد منصور، بينما ممنع على الصورة أكرم ملوك يأمر لاعبي بالانضباط الدفاعي وعدم تضييع الكرات، عدم إتاحة الفرصة لنادي العربي لصناعة الفرص، لأنه يعلم بأن هذه اللحظات مهمة في عالم كرة القدم، خاصة في المباريات المفصلية الإقصائية، المباريات التي تعني الانتصار والتأهل، وتعني أيضا الهزيمة والخروج طبعا من المسابقة كأس قطر هنا طبعا على مستوى السومي فاينال. الكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي برمية التماس لنادي العربي، سقوط أحد العناصر على مستوى رقعة الميدان، سلامات. حكم المواجهة طبعا يوقف اللقاء في هذه اللحظات من أجل تقديم الإسعافات الأولية للاعب نادي العربي يسقط على مستوى رقعة الميدان، بينما حديث هنا بين المدرب عمر الجيلي واللاعب رقم 3 في تشكيلة نادي العربي خلفان صالح، في انتظار هل سنتابع تغيير آخر من جانب نادي العربي في هذه اللحظات. خلفان صالح على ما يبدو هو من يستعيد للدخول، ننتظر مكان من سيدخل أمامنا على الصورة. خلفان صالح بخيارات طبعا المدرب عمر الجيلي، المواجهة تتوقف في هذه اللحظات، ستستأنف طبعا بعد قليل. خلفان صالح سيدخل مكان اللاعب رقم 7 محمد السليطي، يغادر في هذه اللحظات إلى خارج رقعة الميدان. هجوم نادي العربي لم يظهر في هذه المواجهة، لم نتابع خطورة نادي العربي على مدار طبعا 80 دقيقة. في انتظار العشر دقائق الأخيرة بماذا ستجود مباريات الكأس؟ أعيد وأكرر يا سادة يا كرام بأن الاستحواذ فيها والسيطرة فيها لا يعني دائما ولا يعني بشكل دائم بأنه نتيجة الانتصار ستكون يعني لمصلحة الفريق المسيطر. الآن في هذه اللحظات من يدري في آخر عشر دقائق العربي قادر على أن يسجل، لكن يبدو بأنه بوادر التسجيل
لفريق الأحلام نادي العربي غير موجودة أبدا أبدا البتة غير موجودة. ولكن العربي بإمكانه أن يسجل من مهارة فردية من مجهود فردي، لكن عليه أن يبادر، عليه أن يصل، عليه طبعا أن يرسل لنا جميعا مؤشرات تظهر بأنه قادر على التسجيل وقادر على الوصول وقادر على تعديل الكفة والعودة في مجريات المواجهة. في المقابل نادي الغرافة يريد أن ينطلق إلى السرعة النهائية من أجل تسجيل ثاني الأهداف. كرة جميلة، تصويبة قوية والكرة إلى خارج رقعة الميدان. كان عنده خيار التمرير، اختار التصويب، لكن الكرة تتبوى مرمى الحارس عبد الرحمن علي. شوف التصويبة كيف كانت بهذه الطريقة، والكرة تأتي بضربة مرمى لمصلحة نادي العربي. ذكرت وقلت بأنه لقاء طبعا الفريقين الموسم أو هذا الموسم في الدوري كان يعني بين السلب والإيجاب لكلا الفريقين. الغرافة انتصر ذهابا في الجولة الأولى بسباعية مقابل هدف، والعربي انتصر إيابا بهدفين مقابل هدف، دون نسيان بأن الفريقين طبعا تقابلا الموسم الماضي في ذات المناسبة وفي ذات الوضعية ومن نفس الدور، والانتصار كان لمصلحة نادي العربي بثمان أهداف مقابل هدفين. كرة وانطلاقة من الجهة اليمنى، غرفوية ممكن عرضية من هذا المكان، فرصة خطيرة والتدخل الدفاعي والحكم يقول فاول. حكام المواجهة يقول ضربة خطأ لمصلحة نادي العربي في المناطق الدفاعية. الارتقاء كان من جانب يوسف سعيد وإصابة فيصل العبيد لسلامات. سلامات سلامات ألف سلامة عليك مدافع نادي العربي، اللاعب اللي يمكن القول بأنه تحمل ضغط نادي الغرافة على مدار دقائق المواجهة. يعني جل الكرات المقطوعة من طرف نادي العربي كان وراء فيصل العبيد لقلب الأسد في تشكيلة نادي العربي، واللاعب اللي تدخل يعني في تصدي كان جميل جدا من جانب هذا المدافع، بينما بطاقة صفراء تحضر في هذا اللحظات على اللاعب يوسف سعيد مهاجم نادي الغرافة أو لاعب وسط الميدان الهجومي يحصل على بطاقة صفراء. شوف كيف يعني يتفاعل المدرب التونسي أكرم ملوك، يأمر لاعبيه طبعا بعدم العودة إلى المناطق الدفاعية. أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، أفضل وسيلة لعدم قبول اللاعب هي الاستحواذ والضغط على المنافس من أجل عدم إتاحة الفرصة طبعا لنادي العربي لأخذ المزيد من الثقة. وأننا في آخر سبع دقائق الأمور أصبحت صعبة، الأمور أصبحت شبه معقدة بالنسبة لنادي العربي المطالب بالتسجيل في هذه اللحظات. إن لم يسجل آوت، باي باي مع السلامة. إن لم يسجل نادي العربي فيما تبقى من دقائق المواجهة. في المقابل غرافة يسير بثبات نحو الفاينل. لأعيد وأذكر بأنه سيجمع بين المنتصر من هذه المواجهة والمنتصر من لقاء السيلية والخور، اللقاء اللي سيجرى بعد هذه المواجهة مباشرة. السيلية ليعيد وأذكر بأنه أقصى حامل اللقب نادي السد اللي توج الموسم الماضي على حساب نادي العربي بثلاث أهداف مقابل هدف. في المقابل الخور توج وتآلى على حساب نادي الأهلي بهدف للصفر. الخور اللي يتواجد في دوري الدرجة الثانية لهذه الفئة، بينما الآلي يتواجد في المركز الثامن لفئة الناشئين. كرة من جديد في الجهة اليمنى لمصلحة نادي العربي، ضاعت الكرة إلى خارج رقعة الميدان بعيدة عن أحمد أبو تريكة اللي يتحرك في هذه اللحظات، يحاول ما أمكن طبعا أن يحرك هجوم نادي العربي. رمية التماس من الجهة اليسرى لمصلحة نادي الغرافة، سيكون في تنفيذها الدائرة الأيسر سيف الدين فضل الله، والغرافة يسير بثبات نحو الفاينل، نحو نهائي آخر بعدما توج الموسم الماضي بثلاث ألقاب، بينما حظوظه لا زالت موجودة من أجل التتويج بالدوري على فارق طبعا أربع نقاط مع المتصدر الزعيم السداوي. كرة من الجهة اليمنى، الله على الكرة والله على التصويبة، والكرة تصطد بالعارضة الأفقية. شوف الكرة كيف مررت بتمريرة بينية جميلة، لكن السبرنت والانطلاقة والجرأة ثم التصويب كان جميل جدا من جانب المتألق يوسف عثمان اللي صوب وكان قريب جدا من ثاني الأهداف لو شخصيا في هذه البطولة. أذكر بأنه طبعا هداف الكأس هو اللاعب سعود خالد مهاجم نادي الخور، مناصفة مع غانم الكربي مهاجم نادي السد بأربع أهداف. ولو أن سعود خالد عنده فرصة لتسجيل أهداف أخرى في مواجهة نادي السيلية بعد هذه المواجهة مباشرة، بينما غانم الكربي سجل أربع أهداف لنادي
السد، لكن السد لم يتأهل وخسر طبعا لقاء الربع النهائي امام نادي السيليا. رمي التماس من الجهه اليسرى 56 دقيقه، تغيير من جانب نادي الغرافه او من جانب نادي العربي، دخول لاعب رقم 21 يوسف عيسى مكان اللاعب رقم 5 فيصل العبيدلي اللي غادر طبعا بالسياره المخصصه لهذا الغرض. اصيب لاعب، اللي اصيب على ما يبدو على مرتين، لانه اصيب يعني قبل دقائق من الان. تمريره بينيه عربويه، دفاع نادي الغرافه يتدخل والكره الى خارج رقعه الميدان. الحكم يقول ضربه مرمى لمصلحه نادي الغرافه ولمصلحه الحارس يوسف الليان. هذا هو ليس هو العربي اللي تابعناه في الدوري امانه، ليس هو العربي اللي تابعناه في الدوري، وليس هو العربي اللي حقق 9 انتصارات. بالمناسبه العربي والنادي الوحيد الذي لم يتعادل في الدوري مناصفه طبعا مع السيليا. 0 من التعادلات، 9 انتصارات للعربي والسبع زائم، ذات النتائج لنادي السيليا اللي يقتسم معه طبعا ذات المركز بافضليه هدفيه لنادي العربي اللي سجل 42 هدفا واستقبل 31 هدفا، بينما السيليا سجل 41 هدفا واستقبل 31 هدفا. كره من جديد لمصلحه نادي العربي، تمريره في الجهه اليسرى، استلام من جانب حسن محمد، انطلاق العربي قد يفعلها ويسجل هدف التعادل في هذه اللحظات. كره من جديد في الجهه اليسرى، المواجهه لم تنتهي بعد يا ساده الكرام، وفريق الاحلام قادر طبعا على المعانقه حلم الفاينل من خلال هدف التعادل. كره من جديد على مستوى وسط الميدان، ضاعت الكره دائما لمصلحه نادي الغرافه، كره خاطئه العنوان، عنوان وعناصر نادي العربي، تمريره انطلاقه، هل تاتي التمريره؟ ضاعت منه الكره لتعود لصالح نادي الغرافه دائما من الجهه اليمنى. العربي الان يضغط، العربي الان يبحث، العربي الان يستحوذ، والغرافه يستعيد الكره بكل سرعه. واضح جدا تفوق عناصر نادي الغرافه في المواجهه، يمكن القول حتى مركز بمركز نادي الغرافه واضح امتيازه طبعا على عناصر نادي العربي في هذه المواجهه على مستوى كل الخطوط، خاصه على مستوى طبعا وسط الميدان اللي سيطر عليه عناصر نادي الغرافه على مدار الدقائق الماضيه. كره من جديد، الضغط من جانب احمد ابو تريكه، التدخل الدفاعي حاضر والحكم يقول هي رميه تماس من الجهه اليسرى، سيكون في تنفيذها سيف الدين فضل الله. شوف المراوغه كيف كانت بهذه الطريقه، نفذت الكره دائما غرفويه، تغيير اتجاه الكره في الجهه اليمنى، استلام جميل، انطلاقه ممكن، تمريره، يختار المراوغه، يختار التوغل، يصوب والكره محاتية لمرمى الحارس عبد الرحمن علي أمان أمان. ماذا لو فعل في هذه اللحظات؟ كان سيكون هدف الكؤوب، هدف خلاص. تصل الكرة من جديد، هذه عادة طبعا التصويبة اللي كانت حاضرة من جانب نادي الغرافة، لكنها محادية لمرمى الحارس عبد الرحمن علي، كان الغرافة قريب جدا من تسجيل ثاني الهدف. وصلت الكرة من جديد في الجهة اليمنى، عرضية طويلة مرت من أمام الجميع، فرصة عربوية من أجل أولى الأهداف. الله 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 الله، كانوا قريبين جدا من الهدف الأول، من هدف التعديل في سيناريو لمواجهة لم يقدم فيها العربي أي شيء يذكر. في المقابل الغرافة سيطر واستحوذ وهدد في أكثر من مناسبة، لكن مباريات الكؤوس لا تعترف بهذا أو ذاك، مباريات الكؤوس تعترف بمن يسجل، تعترف بمن يصل، تعترف بمن يهدف. ولو أن التهديف حتى اللحظة لمصلحة نادي الغرافة، دقيقتان كوقت بديل لهذه المواجهة، 120 ثانية أمام نادي العربي إن أرادوا طبعا أن يعودوا في مجريات المواجهة، قد يعودون خاصة وأن حكم المواجهة قال هي ركنية، ركنية لمصلحة نادي العربي في الجهة اليمنى. ونادي الغرافة يعيش أصعب أوقاته، يعيش أصعب الدقائق في هذه المواجهة، والعربي يريد أن يفعلها، يريد أن يفعل من أقل مجهود، لو يفعلها سيكون أذكى الأذكياء وأدهى الأذياء. كرة عرضية من الجهة اليمنى، فرصة خطيرة، دفاع نادي الغرافة يتدخل، تعود الكرة من جديد في المناطق الدفاعية، إبعاد غرفاوي والضغط عرباوي في هذه اللحظات من أجل أولى الأهداف وتعديل الكفة. كرة جميلة، فرصة خطيرة والتسلل موجود، كرة في الشباك، لكن الحكم قبل ذلك أعلن عن الأوفسايد، تسلل وقرار، قرار من طرف حكم المواجهة، طبعا الاحتجاج من طرف لاعبي نادي العربي، من طرف أحمد أبو تريكة
لكن حكم المواجهه لا اعلن عن التسلل. شوف الاعاده بهذه الطريقه، التسلل موجود، التسلل موجود، وبالتالي الهدف غير صحيح البته، الهدف غير صحيح، والكره طبعا تاتي بركله حره غير مباشره لمصلحه نادي الغرافه في المناطق الدفاعيه. هل يمكن ان نقول بانها كانت اخر فرصه للنادي العربي في هذه المواجهه؟ الآن تأتي طبعا ركلة حرة غير مباشرة وتغيير من جانب عناصر نادي الغرافة، دخول اللاعب رقم 12 اللاعب عبد العزيز الشمري اللي يدخل مكان اللاعب جاسر محمد، تغيير ثاني طبعا للمدرب التونسي أكرم ملو. مناسبة العربي كان يقوده طبعا مدرب تونسي عبد الرزاق كنيس، يتواجد في هذه المواجهة ويتابعها، يناظرها طبعا على مستوى المدرجات. كرة من جديد، حكم المواجهة يقول فاول لمصلحة نادي العربي على مستوى وسط الميدان. آخر لحظات ومضات المواجهة، آخر 20 ثانية، هل يفعل نادي العربي ويسجل هدف التعادل؟ هل يفعل ويعدل الكفة في آخر اللحظات؟ أم أن نادي الغرافة غير مستعد أبدا لهذا السيناريو؟ تصل الكرة دائما على مستوى وسط الميدان، عرضية طويلة، دفاع نادي الغرافة يتدخل، والهجمة لا زالت مستمرة غرفوية، وكل شيء انتهى رسميا. كل شيء انتهى رسميا. فريق الأحلام تهاوت أحلامه في هذه المواجهة ليكتفي بالسومي فاينل وينهزم أمام نادي الغرافة بهدف للصفر، سجله الكابتن سعود اليافعي في مواجهة عرفت سيطرة نادي الغرافة على جل مجرياتها. والعربي فشل في تعديل الكفة في آخر اللحظات، في انتظار طبعا من سيصل إلى النهائي ما بين السيدية والخور. أنا أصل وإياكم إلى آخر لحظات هذه المواجهة على أمل أن يتجدد اللقاء قريبا وعاجلا. هذه أجمل تحيات نور الدين أيتالي. ننتقل الآن بالصوت والصورة